بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا فيكي فيفيان. أهلا فيك شايف، مبسوطة أنا اليوم. أه مبسوطة؟ مقابلات وصحف كله تقدير للي عم تقدمه بهالبروغرام يا شايف. تسلمي. اليوم كمان اليوم على طول عم نقدم له شيء. هاي ما حدا عملها قبلك. اليوم حلقتنا أنا والست فيفيان هي لوبيا بالبرغل، يخنة اللوبيا بالبرغل. وعلى طول من إلكن وتعليمات الشيف أنطوان هيك البسيطة يلي بتفوت على أذانكن إنه كل شيء نستعمله بموسمه. إذا بتلاحظوا من حوالي شهر ونص كان كيلو اللوبيا ب6000 7000، اليوم كيلو اللوبيا ب1750 2000 يا خيي 2250 2005، كله بعده منيح بعز موسمه. في محلات عم بيقولوا لي ب1005 كمان بعد الظهر. اصبح وقت بدنا نستعمل كل شيء بموسمه بنحصل على 3 اشياء اساسيه: الجوده، يعني ان اللوبيا في جوده بيكون نضاره، ثاني شيء الفيتامينات والاملاح المعدنيه بتكون فيه كمان كثير منيحه، وثالث شيء والاهم بالازمه الاقتصاديه اللي عم بمر فيها وطننا لبنان رخيصه، يعني هذه كمان نطبخها بوقتها نطبخها بموسمها. ونعلمكم كيف تتقدد اللوبيا وفيهم يحفظوها. ايه اليوم يعلمكم مش تفريز اللوبيا، تقديد اللوبيا كمان بدنا نتعلم تقديد اللوبيا. بركة طارت الأزمة عنا بلبنان وقت ما عم بيقولوا بطل في فيول، بطل في موتوريات شغالة وكهرباء ما في، منشان ماشي تنقطع وتروح وتجي، هاللوبيا من بعد بتتغسل ونقطعها بهالشكل، نفلشها على صواني أو على شراشف ومنحطها بمجرى هواء 22 ل 24 يوم من عشية، لازم نغطيها أو نفوتها لجوات البيت، تاني نهار بنحطها على البلكون. بس برجع بقول ما في شمس عم تضرب عليها بتجف وبتيبس اللوبية، بنسميها تقديد اللوبية. وهي بس نقددها للوبية معناتها انه صارت تنحفظ معنا بكياس اما الخام او الدولس او بكياس ورق ما بدها ابدا براد او فريزر، وبتهدي عندكم سنه ونص على مسؤوليه الشيف انطوان. هلا اللوبيا اللي موجوده عندنا بدنا نتعلم على طول كيف نستعملها. هاي اللوبيا ممنوع انا اجيب سكين واشيلها قصه، ليه؟ لانه يمكن تكون منا بدريه، ساعتها اذا منا بدريه بيكون لها خيط بيطلع معي هالخيط، لانه هي الخيط ما بيستوي. بعدين بكبسها بهالشكل، وهيدي وحده ثانيه نفس الطريقه، اصبح ممنوع استعملها بالسكين. ليخنت اللوبيا بالبرغل بنكسرها تكسير للوبيا، القرن الصغير بنتركه والقرن الكبير بنقصه بالوسط ليطلع. اما الفطاير اليوم الصنف الثاني هو فطاير بالفاصوليا والبقلي، نحن بعز موسم البقلي والفاصوليا كمان فينا نستعملها طازة مثل عايشة خانم طلعت، كمان في عنا اللوبيا البدرية كمان طلعت، وكمان إذا بدكم عطول في فاصوليا يابسة فينا ننقعها ونسلقها وتصير معنا بهالشكل. هلا بدنا نبلش بالعجينة، منحط 3 كبايات طحين، منحط معهم ملح، منضيف عليهم زيت نباتي 3/4 فنجان قهوة، ضيف عليهم سكر ملعقة صغيرة أو نص، خميري كمان نفس الشيء، وبنحركهم مع بعض. منشان تطلع معنا العجينة بسرعة بحط لها شوية مي فاترة على النار لتصير المي حرارتها 40. وكيف منعرف انه 40؟ منحط اصبعنا بقلب المي ومنعد للعشرة على مهلنا، اذا قدرنا تحملنا الحرارة معناتها حرارة الحرارة 40، فيها تكون اقل كمان احلى ما بيأثر، بس ممنوع تكون 45 و50. ليه؟ اذا كانت 45 او 50 انا استعملت خميرة لتطلع معي، حطيت شوية سكر مش لتحلى العجينة، كمان لتفور وتطلع معي العجينة طيبة. في حال صارت حرارة الماء أكثر من 45 بتموت الخميرة، بطل في إلها مفعول،
مت مفعول السكر وما طلعت معي العجينة وبكون طلعت عجينتي منا مزبوط. ما بتعود تنرق معهم بسهولة. ما بتطلع خلص بتنسى. منضيفة منهم. هلأ أنا بهالوقت بدي حضر حشوة الفاصوليا، حشوة الفطاير بالفاصوليا. بحط على النار كسرولة، بحط معها شوية زيت نباتي. بحط معها بصلي. لأن بدها تكون بيرد الحشوة اللي فيها نستعملها. نحرك بملعقة خشبية. دائما المي شوي شوي بتنضاف لنساوي العجينة. منضيف معها هاودي العجين كمان تابعين لإلها للرق. يلا السكر دايما للعجين شيف انه رشي ما منكتر. مزبوط رشي. ما هو رشي ايه نحن حطينا رشي بس بتروح اوقات على على الافران بتطعم بالسكر اكثر ما بتطعم بال هودي الافران عنه. نحن عندنا التلفزيون لبنان يعني عم نحن هون ما منكتر. عم نقول لهم ما تكتروا السكر. هلا يلا هاي صار منغطيها للعجينه ومنخليها ترتاح شو 10 دقائق. بس تتغطى تختمر بسرعه اكثر. بهالوقت رح نبلش نحضر حشوة البرغل، لوبيا بالبرغل. رح غسل البرغل شوي. نجيب طنجرة بيري بنحط فيها زيت زيتون او زيت نباتي بس انا بفضل زيت زيتون اطيب. ومناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين يا اهلا وسهلا. كيفك شيف انطوان؟ ماشي الحال. كيفك انت؟ الحمد لله ماشي الحال. خبريني كيف الاكل عندك؟ بوجودك بجنن والله. تسلمي تسلمي كل يوم بحضرك كل يوم. تسلمي. بدي اسالك شيف انطوان عن تقديد الباذنجان والقرع بيتقددوا يعني او بالمرتبين لازم يكونوا هلا الباذنجان. الباذنجان اذا صغير يعني الطويل الطويل ايه؟ بيتقدد ايه. اما القرع برقبة ايه؟ كمان حجمه صغير بيتقدد. اوكي. بس اذا حجم كبير صعب. لا هيدا للتبع المحشي يعني اللي بنحشيه تحشي بس لما يكون حجمه ما يكبر كتير. منه كبير صغير. مزبوط. اوكي. فيك تقلي الطريقة لو سمحت؟ تكرم عيوني. يلا ضيف الكرات. هاي لحشوة الفاصوليا مع الفطاير. ضفنا الكرات. اذا مش متوفر عندكم كرات ما بيأثر. بس مع الكرات اطيب. دايما في طيب وفي اطيب. هلا بفرم البصل خشن. هلا نحن اذا بدنا نحفظ الكرات شيف بوقت ما يكون في كرات نهرمه او منخليها مثل لا يفضل فرمه وحطه قدر كل اكله بكيس او ورقه نايلون او ورقه الومنيوم بتنحط بالفريزر على قدها يعني يعني اهم شيء بس نشيلها هي ومجلده نستعملها هي وتكون مجلده. يلا عشان
ناخذ اتصال. الو بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا. ايها العالمي تسلمي، هاي من معزتي. بدي صحتك يا رب. من محبتكم. تسلم شيف انطوان. بليز بدي دجاج بالكاري مع الرز. ايه تكرم عيوني. وبدي بوتي فور قادر اعمله بالصينيه. ايه ليش لا؟ تكرم عيوني. ميرسي. تكرمي. حركي هول بصلات حلوين، نقيهم الشيف عبدو. نفرم البصل خشن. وبدها بصل. اللوبي بالبرغل بتحب البصل، يعني الاكلات اللي عم نعطيكم اياها بتشوفوا في مثل ما بقلكم اذا بتتأيروا بالتعليمات بعطيكم اياها بتطلع من اطيب المأكولات. لا في محلات بدها بصل قليل، في محلات بدها بصل كثير، هاي الاكله بدها بصل كثير. بتحب البصل. بتحب البصل. بيروحوا مع بعضهم. وهلا نزل البصل، كيلو بألف ليرة صار 150. والطعمة طيبة. وبغزة. صح. وبينزل الضغط لأنه هالأيام كثير ناس عم يطلع ضغطها. ومشوي كمان كثير منيح البصل. يعني انت ناخذ اتصال. الو الو بونسوار. بونسوارين شيف انطوان. بحياتك بدي كيف بعمل الشيش طاووق الخلطه؟ تكرم عيونك. تسلم. يلا حط لك الثوم. البيتي فور بالصينية. نرجع الدجاج بالكاري كمان. باكيه زبدة صغيرة. كباية سكر بودرة. هاي سادة. طحين 325 جرام، زلال بيضة، نص زلال كمان، نص زلال من البيضة، شوية فانيليا وشوية برش حار. تجي تدهني الصينية نتفة صغيرة زيت، بتمدي العجينة، إذا لقيتيها شوي رخوة بهالتأس الشوب، حطيها 10 دقايق ربع ساعة بالبراد. بعدين بتحطيها بورقة بكيس نايلون، بتمديها، بتنزليها على الصينية. هاي الصينية بدها تكون منا كتير تفال أو تفلون أو منا جديدة بالأحرى، بتزيحيها قد ما فيكي، بتقطعيها بالشكل اللي بدك إياه. بعدين بتخبزيها بالفرن، إذا بدك تحطي عليها أي من القطع فوقي مجففة فيكي. بعدين بتخبزيها بالفرن على درجة حرارة 190 لل 200، بدها بالفرن 17 ل 20 دقيقة وبيطلع عنا البيتي فور بالصينية. وهي البيتي فور سادة، ولكن هي عيلة البيتي فور كبيرة كبيرة، في حوالي 70 نوع من أنواع البيتي فور والعجاين يلي هي بتقول لإلها، هيدا نوع لإلها منهم وهو بنسميه السبلة. وبناخذ اتصال جديد. الو بونسوار. بونسوارين. بحياتك شيف انطوان، بدي تتبيلة الشيش طاووق. يلا صاروا اثنين على الشيش طاووق، يلا رح نبلش فيها هلا. الشيش طاووق يلي بتلاقوه، انتبهوا شوي، بالسوبر ماركت او بعض المحلات بيكونوا حاطين له توم بودرة. لنفترض كيلو صدر دجاج، بحطوا له توم بودرة ملعقة صغيرة وربع، ملح ملعقة صغيرة، بحطوا له لبن 4 ملاعق أو 5 ملاعق شوربة، وبحطوا معه شوية زيت نباتي ليلونوه، بحطوا معه شوية بابريكا حلوة أو رب البندورة. البعض مش ما عنده من هون بيستعمل شوية كاتشب، بس الكاتشب كتير غلى اليوم، قنينة الكاتشب صارت 12,000 على 400 جرام، بيستعملوا رب البندورة. هلا لي أصول الشيش طاووق ما بيستعملوا له لبن. اللبن بيستعملوه، بلشوا يستعملوه، أنا صريح معكم ولا مرة تعودت إلا أكون صريح.
اللبن له تاريخ بالسوبر ماركت، بس يخلص تاريخه بيجي يلي بيكون حاططن عنده من الشركة بيجي ليخدن، بيقول له ما بدي اياهم، بطلوا يسووا، استعملهم انت او بعرف شو نهار لإله. شو بيعمل اللي عم يشتغل عنده وعندهم دجاج؟ بيقطعوا الدجاج وصدورة الدجاج، اللبن يلي حتخلص منه، انا صريح وبرجع بقول مسؤول عن كلامتي، البعض منهم مش كلهم بحطوا اللبن معهم، وهون عم بيبيعوا اللبن، بيزينوا شيش طاووق على الميزان مع اللبن وبيكتروا لبن، بحطوا معه بودرة الفليفل الحلوة، شوية بودرة الحر، شوية خل قليل منشان الزنخة، كمان شوية ثوم بودرة، شوية زيت نباتي، وبيخلطون مع بعض. لمن هون بيكون كيلو صدورة الدجاج حق الكيلو وقت اللي كان 10,000، كنتوا تلاقوا كيلو شيش طاووق ب7,000. ليه؟ لأنه عم بيبيعوا معهم اللبن، واللبن هن مش دافعين حقه. أما الشيش طاووق المزبوط هو لكل كيلو صدورة دجاج بدي توم 5-6 حصوص ملاح ناعمين، بدي حامضتين كاملين حجم وسط، زيت زيتون أو زيت نباتي، فنجان قهوة، طباسكو أو حر أو بودرة الحر قليل، إذا بدي إياه أحمر هذا أبيض، إذا بدي إياه مع ملح ملعقة صغيرة وربع، إذا بدي إياه أحمر بضيف ربع البندورة ملعقة كبيرة وبحركهم مع بعض. هذا أصول الطاووق. أما وقت منضيف لبن قلنا ليش بنضاف لبن وليش أكثر الناس صارت ماشي حالها مع اللبن. يلا قلبي لله حطي الفاصوليا، هلا عم نساوي الفطاير بالفاصوليا، بنضيف مي هون، طيب ملح، يلا حركي ولا نغطيهم. شيف بالبيتي فور قلت لها بتحط زلال، هلا نحن الصفار فينا نحتفظ فيه بالبراد، بترجع تستعمليه مع العجه لقداي فتره يعني تاني هون؟ لا ثلاث ايام بيمشي الحال، بس اذا بدك تخليه للعيد لا اجى العيد بعتبر العيد بعد ثلاث ايام. يلا هون عندنا حشوه، حط ملح، يلا حطي ملح وجيبيهم لهون. شوية بهار، شوية بهار أسود بس بدون قرفة. حط هلا السماء، جيبيهم السماء ما بيأثر كمان. يلا حطهم، بنجيب وعي هون بنحط بقلبه، حطي اياه هون. بنحط بقلبه الحشوة، بنخليها تبرد. هاي حشوة الفاصوليا يلي بدي اسويها بالفطاير، بدي تبرد قبل ما اضيف البقلي، لأنه إذا ضفت البقلي عليها بتسود البقلي هون وما بتطلع معها منيحة. خليها تبرد وبعدين بضيف عليها البقلي، بس كل شيء كامل بقلبها. بناخد اتصال جديد. ألو ألو، شيف أنطوان تلفزيون لبنان. كل شوي منحركها، نبلش نبلش هاو بعد شوي بضيفهم ليبرد. جيبي نبلش، بدهن صواني زيت، جيبي محرمة بيجي ونحط نتفة زيت وبناخذ اتصال جديد. الو شيف أنطوان، بونجور. بونجوريني، اهلا وسهلا. انا حكيتك من شوي انت اعطيتني شيء مشان البيتي فور والدجاج والرز بالكاري، قلتهم شيء لان رحت المحطه عندي. انا قلت لك بس البيتي فور بالصينيه، ولو فيني ترجع تعد لي اياهم. الله يوفقك. قد ايه بتدفعي؟ ايه قد ايه بتدفعي؟ عمري. تسلمي تسلمي. وانا كلي على حسابكم. تسلم. يلا هاي الكهرباء مشكله.
هون بنحركها. هون اللوبي بدي ساتويها ثلاث ارباع استوى نضج يعني. ليه؟ لانه البرغل بده وقت ليطلع، بده وقت اقل ليطلع لتكون استوت اللوبي. هلا بنرجع بنحط بهار وقرفة. جيبي نص العجينة. هون عم حاول الهبل تروح. لا في ضيف البقلة. البيتي فور قلنا هو 70-80 نوع، وحده منهم يلي هي السابلي بتتساوى عده اشياء. باكيه زبده صغيره 200 جرام، ينضاف عليها كبايه سكر بودره، بنحط معها شويه فانيليا شويه برش حامض، نص زلال البيضه، نص ولا زلال البيضه، وطحين 325 جرام، بعجنة إذا كان الغرفة أو المطبخ محل ما عم بعجنة شوب حطها بالبراد ربع ساعة قبل ما مدها. بجيب صينية بدهنها نتفة صغيرة زيت، لمعها مثل ما هلا ست فيفيان لمعت الصينية. بعدين منحط عليها منمدها ضمن كيس نايلون لهالعجينة، مننزلها على الصينية اللي كانت مستطيلة أو مدورة، بقطعها بشكل إنه ما انزع ولا جرح الصينية. جر فيكن تجيبوا صحن وتقطعوا على صحن، وفينا بأي شيء عنا إياه يكون حجمه مناسب للفطاير بالفاصوليا والبقلة. هون بس تبلش تغلي، شوفوا كيف عم تغلي. بنبلش نحركها ومنحيلها على نار اخف. يلا روقي شوي، يلا جيبي. هون بنضل نحركها قد ما فينا مشان نخفف. ضيفي البقلة، ضيفيها ضيفيها. نحركها مع بعضها. نحط ملح، حطينا سماء ما ننسى، بس عم نذكر، وهيدا ملح. دقيقة بدي يكون خلطه مظبوط. حطينا بهار أسود كمان مع الحشوة. تنحرك مظبوط مع بعضها لتاخذ بعضها. دجاج بالكاري، بصل مفروم ناعم. ناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور بونجور بونجوريني، اهلا وسهلا. اهلين، بدي اسالك لوزيه كيف بيعملوها؟ ايه تكرم عيونك.
يلا كيف بخبزوها كيف بحطوها شو؟ مين معي؟ أنا ريتا إيطوبية. إيه أهلا وسهلا فيك يا. يلا حطي يا دغري علي. لنرجع دجاج بالكاري، فينا نستعمل فروج كامل، فينا نستعمل فخاط أو صدر. نقلي بصلي على النار بقطعة زبدة أو زيت، منحركن، منضيف شوية ثوم، نضيف شوية كرات. برجع الدجاج إذا لحد الفروج يعني فروج كامل مقطع بدي اقليه بلطه بالطحين وبقليه بشوية زيت. إذا كمية أقل فخدين أو صدرين دجاج ساعتها بيمشي الحال، بقطعهم وبضيفهم دغري عليا وبقوي النار، ما عادش بقليهم، بقوي النار. برجع بضيف معهم جزرتين بقطعهم، من بعد ما اقطع الجزرتين كمان فوق منهم بضيف لهم بودة الكاري ملعقة كبيرة ونص، ملح، بهار أبيض، تفاحة، موزتين عادي ومع إنه غلى كتير الموز اليوم، أو وحدة صومالي، وبضيف لهم قليل من الماء وبتركهم يغلوا مع بعضهم حوالي نص ساعة إذا كانوا قطع، وإذا كانوا قطع كبار أو فخذ كامل بدهم ثلاث أرباع الساعة. هلا بنساوي الرز. الرز اللي بنساويه معهم بدنا له زعفران، اما بنستعمل الزعفران الاصلي او بنستعمل عصفر. عصفر هو بنغليه، ارخص بكتير العصفر من الزعفران وفي فرق كتير. بنغليه على النار بيقولوا كان عندنا فرشاية. طيب يلا لا لا نحرم المحرمة الميدية نلبس كف نرجع. بنحط زعفران على النار وبغليهم مع الباي لانه العصفر، واللي بده زعفران زعفران، قلنا بيكون غالي الزعفران. بساعة بعد حبة او لا بساعة؟ ايه بساعة حبة. لا لا معلش نخزقهم على بعض. يلا ريحيهم ونحطها بالفرن. ونحطها بالفرن بس بدنا ندهنها زيت روق شوي. هاي مخبيتيها علي انا هيك شايف. عجبني لا معك. عجبني لونها. ندهن بشوية زيت. هلا بكملكم الدجاج بالكاري بس ندهنها ونفوت على الفرن. ندخلها على الفرن أصبح العصفر. العصفر بحط ملعقة كبيرة ونص أو اثنين، بحطهم تقريبا ثلاث كبايات ماي، بغليهم على النار شو أربع خمس دقايق ليحل العصفر ويصير بقلب الماي. بقطع شوية أناناس قطع صغيرة بحطهم بالكاسرولة، ضيف الرز مع شقفة زبدة، بحركوا مع بعضهم مية العصفر أو زعفران شعيرات أو بودر مزبوط، بضيفهم على الرز دغري. يعني حرجع عيد، زعفران شعيرات إذا أصلي أو البودرة بضيفهم دغري على الرز، إذا عصفر بدي أغليهم مع المي ليحل عندي العصفر زومه بقلب المي. بطبخ الرز بالعصفر او بالزعفران، في احط معهم ملعقه او ربع ملعقه كركم صغيره منشان ساعد على اللون اذا كان بالعصفر. بتركهم على النار 22 دقيقه. باقي علبه الاناناس اللي بيكون عندي الحجم الوسط، بحط بكعب القالب قطعتين ثلاثه او نص دائره، بحط الرز فيها بكبسهم وبنزلهم. بقدم حد منهم زبيب، بقدم حد منها برج جوز الهند، إذا بدي متوفر صلصة الماجنو شطني بيتقدم معه، بصل
الاندلسي والبصل او اشالوت هالصغير يلي بيكون مكبوس كبيس بس غالي ما بدنا نستعمله، في حال بدنا نقدم مع بصل بلبنان تفرموا البصله على مسؤوليتي، تنقعوها بالماي، حطوا معها ملعقه صغيره خل ابيض وتركوها نص ساعه، رجعوا عصروها وفينا نستعملها ساعتها معها بالتقديم. هو كله للتقديم. فينا نستعمل كاجو محمص كمان او فستق سوداني كمان للتقديم. طريقه السك بينسكى بالارز، بنحط على حده بلقميه غميقه صلصه الكاري مع الدجاج، ومنقول لك الف صحتك. هاي بك تجربوها وبك تقولوا الشيف انطوان وفيفيان نصحونا فيها. من اطيب كثير من اطيب الفطاير. يلا وهلا نحن عز موسم البقله، يعني بتجيبوا اوقات الاربع بألف بقله، ما عم بعطيكم اياه بموسم البقله ب 1500 لوحده بالشتاء. هو لا ليسر نجاحك شيف، لانه رغم الظروف في طرق جديده. اليوم هول الأكلتين عم نسوي نحن وياك، وبيطعموا خمس أشخاص من كل أكلة، من كل أكلة خمس أشخاص، وما بيكلفوا عنا 22,000 ليرة. يعني عم بتقلهم في حلول، هاو طرق جديدة، في بديل بدل اللحمة، في أفكار جديدة كلها بتناسب. هاي اللوبية شايفين كيف صارت؟ استوت ثلاث أرباع الاستوى، ضيف لإلها ملح منضيف لإلها حبق ناشف والبقلي في حال جابوا الشيف مثلا سبعة بقلب بينعمل بيعملوا بقلي ولبن بيعملوا سلطة مع بقلي الكرة تشوفوا أمتي هلا عم سقطوا معه لخلي في نكهة لإله بهار أسود حلو قرفي نعمي مش كتير نص ملعقة بس بحركن مع بعضن هاي المطيبات يلي هلا بطاط كلها بتنضاف وبتصير بقلب البرغل منضيف لإلها كمان معجون الطماطم أو رب البندورة ملعقة كبيرة ونص ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور ألو بونجور شيف أنطوان بونجوراني أهلا وسهلا كيفك يعطيك العافية الله يعافيك من عزبك بدنا الأكلة الجلانتين دو فولاي كيف بيعملوها هيدي؟ تكرم عيونك. بس شي مرة تعملنا اياها على التلفزيون تنتعلم كيف نعمل دجاجة من جردها من عدامة. عملها بالزمان انا. مش حضرتها ولا مرة ولا مرة حضرتها مع انه بحضرها كل يوم انا. انت من سنتين وبجي عم تحضريني قبل ما كنت تحضريني. بلا على طول بحضر بس ما عملينا كثير. على الكهرباء. ما الفروج المسحب معلمكم كيف تسحيبه. وقطعته مره خصوصي تسحيبه مره شلت منه شيش طاووق مره شو بتنحسى ومره عملناه جالونتين. طب يلا يلا هلا بسمعك بسكر وبسمعك يلا قولي الله ميرسي شيف انطوان تكرمي جالونتين دي فولاي. هلا بدنا نخلص البرغل هون عم نطبق اللوبي بالبرغل ضفنا من بعد ما استوت اللوبي ثلاث ارباع النضج ضفنا لإلها شوية حبق الكرات الملح بهار أسود حلو قرفي ناعمي وضفنا لإلهم رب البندورة حركناها لديبو وضفت هلأ معهم البرغل هلأ بسكر عليها بقوي النار بس تنضاف البرغل من قوي النار ومنتركها مكشفة لتغلي بس تغلي بنوس النار على الاخر وبيطلع ساعتها معنا لوبيا بالبرغل هاي حطيناها ماشي ماشي حلو الفرن وهذه صينيه جديده
بلشت تغلي. شايفين اذا ما بعرف اذا عم تشوفوا عم كيف هي عم تغلي، بس عم تغلي هلا. انا ساعتها بنوس النار وبتركها على نار خفيفه وبنغطيها، بنخليها 20 دقيقه ممنوع نحركها، وبعدين دغري نقلبها قلبي وحده وبتصير جاهزه للسكب والاكل. الجالانتين دي فولاي، اول شيء منجيب الفلوج منسحبه من العظام، فيي اتركه كامل وفيي قصه شقفتين، بس القطعتين اللي بدي قصهم بالطول ليطلع معي صدر وفخذ، يعني ما بقص هيك، بقص هيك بالطول ليطلع معي صدر وفخذ. اذا بقص هيك بيصيروا الصدرين لواحد والفخذين لواحد، لا بدي قص يطلع صدر وفخذ. اذا بدي الجلانتين حجمه صغير يعني مقبول هيك، اذا بدي اياه كبير بتركه مثل ما هو. الفروج الحشوي لإله، للفروج الواحد يلي وزنه تقريبا بين الكيلو ونص والكيلو 700، بدي لإله 300 جرام لحمة هبرة بقر، بحط معه 200 جرام صدر دجاج مفروم ناعم مدعوكين مع بعضهم، ضيف عليهم بيضة وحدة، ملعقة كعك ناعم، برش جوزة الطيب، كبش قرنفل، كبش قرنفل وبرش جوزة الطيب قليل بضيف عليهم، ملح ملعقة صغيرة أو ثلاث أرباع ملعقة صغيرة، بمزجهم كلهم سوا مع بعضهم، وبجيب قطعة الصدر مع الفخذ بعملها مثل ساندويش منها، من بعد ما أكون كمان ملحت وبهرت الدجاج بلفها على بعضها، من بعد ما لفها على بعضها بربطها إما بالإبري والخيط السميكي بنسميها المسلي، أو بربطها بخيط القنب مثل هالخيط بشدها على بعضها بهالطريقة. شو بدنا شي طويل ما في، ننفر ذا السكين بهالطريقة بلفها فوت، بعمل هيك العقدة فوتها من هون على الجالانتين، هاي أولها بعمل هيك بشدة، برجع كمان بعمل هيك دخلها وبعد عنا تقريبا شو 4 سنتي وبرجع بشدة، برجع وحدة ضلني هيك لتخلص الجالونتين يلي هو معي بال عم سوي لربطه هيك ليكون شدد على بعضهم، بعدين بلفها بورق زبدي، من بعد ورق الزبدي بلفها بورق ألمنيوم، إما منسلقها مع مواد عطرية بدها ساعة ونص لتخلص، يعني حط طنجرة على النار فيها مي مبحبحة تغمرها، ضف لها بصلة جزرة ورقة غار عود قرفة كبشة قرنفل، كمان عرق رومران، بتركهم يغلوا، بس يغلوا ملح بسقط هالجلانتين بقلبهم، وبعير الساعة من بعد الغلي وبغطيها ساعة ونص وبشيلها، بتركها لتبرد عمالها، بحطها بالبراد لتسقع، بعدين بشيلها وبقطعها، أو في أو منشيلها منحمرها منحطها على صينية تتحمر بقلب الفرن مع شوية زيت عليها، من بعد 3/4 ساعة حط معها ضلع كرات مقطع كبير وجزرة وبصل كبير، برجع بدخلها ساعة وربع على النار مع تقريبا كباية مي وحدة، من بعدها بشيلها عن النار بتركها لتبرد، حطها بالبراد كمان شو ساعة ونص ساعتين لتسقع، بعدين بشيلها وبقطعها. طريقة التقديم،
بقطعها شرحات هي ومسقعة، بحطها بجات أو بصينية، بحط معها قليل من زومة، وبرجع بغطيها وبسخنها على النار، وبيتقدم معها بطاطا بيوري أو بطاطا موسلين أو بطاطا كوكوت أو بطاطا شاتو، وهيدي كلها مع الجرنيتور الكوسة والجزر والبازيلا يلي بيكونوا حد منا مرفقي. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك. هون احنا نعمل عملية تبديل بالصواني، لانه في فرن بيعطي من تحت اكتر وفرن التاني اقل. اربوا يطلعوا وسخني سخني سخني، يعني على طول بنضلنا منتبهين كل شيء بيطلع من الفرن. لا منيح كانت هالشغلة مشان انتو تتعلموا، كل شيء بيطلع من الفرن بيكون سخن، يعني مشان هيك ممنوع واحد يمسكه بايده والا بيحترق. يعني توقف محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا والست فيفيان عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا أنا والست فيفيان، هيدي اللوبية منحركها حركي. شو هاللون الحلو؟ يا بدنا نتفي صغيرة بعد. نار خفيفة. وبناخد اتصال، ألو. شيف أنطوان؟ نعم. يعطيك العافية. الله يعافيكي. وحياتك بدي أسألك، الملوخية بدي فرزها بالفريزر، بيسوى حطها بماء السخنة والملح بالأول؟ بيسوى. بيسوى بس بتجلبط شوي يمكن بيأثر فيه. شو بتعمل؟ بتمخط بتفي يعني بيأثر فيه. ليش انت بدك تنزليها تنزيلي وحده وتشيليها نص دقيقة بس بدك؟ ايه نص دقيقة. نص دقيقة ما بتمخط. اوكي. ما بتميلك. اذا بدي فرزها نيها تمشي هي. كمان بتمشي بتهدي ثلاثة اشهر بس انا نصيحة مني. ايه. ادي دية للملوخية نصيحة مني. اه. ادي دية ما بدها شيء. بتحبيها مفرومي فروميه وأديدية. مفرومي خشن فروميه خشن وأديدية بس بتكون مغسله ومنشفه مزبوط. بتحبيها ورق أديدية مثل ما هي ورق فليشيه عشرة شيف. نعم. 18 يوم بتصير مقدده بتحطيها بكيس وما بدها شيء وما بتعطلي هم الكهرباء. ماشي كثير. تكرم عيونك. تكرم. ماشي باي. بخاطري. هي الملوخية أحسن شيء مقددة شيء إنه طلعها حطها بالماي وطلعها، يعني بتحس بعدين بالطبخ بتحس. ايه هلأ أو بتفرزها مثل ما هي. ايه. بس فيها في أحلى طريقة للتفريز لنشتغل عليها. تنجيب صينية لا بدها لا ماي ولا شيء بس تتنشف مزبوط مزبوط. بدها تهرمها. تهرمها إذا خليتها ورق بتكون هي بتحبها ورق بتطبخها ورق. يعني إذا أنا بحبها ناعمة تفرزي لي تحطي لي اياها ورق ما بتزبط، ما عادش فيكي تفرميها. هي طيبة ناعمة، بتحبها ناعمة؟ أنا بحبها ناعمة. إيه ناعمة. بنحط نايلون. أول شيء ملوخية، طبقة واحدة. برجع بقول يا مفروم ناعم أو مفروم خشن ووج واحد، ممنوع نعمل لها هيك، ممنوع. يا بتميلت مثل الطريقة المصاروة. أنا ما بحبها. بنحط طبقة ملوخية، ورقة نايلون. ملوخية. نايلون. ملوخية. منحط هالملوخية بالفريزر ساعتين منشيلها منجمعهم. كل أكلة كل واحد يمكن هالشخص يمكن واحد يكون شخص واحد يمكن هو اثنين يمكن يكونوا بالبيت ستة اثنين بيكونوا يعني حسب ما بدنا. كل أكلة تنحط. لا اعطيني روقي اعطيني هاي لهون حطيها.
كل عائلة، كل ست بات بتعرف من كم شخص مقلب في عائلتها، بتحط هالأكلة بالملوخية بالكيس، شرط ما تعملوا بول، تعملوا على شكل الكتاب وتحطهم فوق بعضهم بالفريزر. هون أنا على مسؤوليتي 8 أشهر على سنة بتهدي الملوخية، شرط وقت البنا نستعملها منحط طنجرة على النار، الصلصة فيها، صلصة الملوخية اللي بنا عم نعملها فيها، ضف لها عصير حامض قليل، بجيب الملوخية المجلدة بنزلها بقلبها وبتطلع طيبة وبتجنن مثل اليابسة كمان بهالطريقة. ممنوع الكب، نضبها لنستعملها مرتين. هلا نحن في حال جلدناها ورق شيف، لما نشيلها ما فينا نهرمها؟ لا، بتسلمي لي عليها بالطقطق كلها. بالطقطق ما بتزبط. يا هلا بنعطيكي غيرها. هاي اللوبيا خلصت، دي انا اخذ لك اياها. جيبي كبشي او كفتير، يلا نسكب اللوبيا بهالجات وبهالوقت بنشوف مقادير لوبيا بالبرغل وفطاير الفاصوليا بالبق. نتابع حلقتنا وناخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور بونجور شيف انطوان. بونجوريني، الو وسهلا فيكي. من فضلك بدي اسالك كيف بيعملوا شراب الحسروم؟ تكرم عيونك. ميرسي شيف انطوان. بخاطر عيونك، تكرمي. بتجيب الحسروم بتعصريه، بتصفيه بمصفيه كتير كتير ناعمه، بتحطيه على النار كل 3 كبايات عصير الحصرم، بتضيفي ملعقة صغيرة ملح خشن، تغليهم على النار 22 دقيقة، تشيليهم تسكبيهم بقناني وبيطلع عندك شراب الحصرم. تكرم عينك. بس أنا نصيحة مني لإلكم وتعليمات على غلى الحامض هلأ، وعنا نحن بعز موسم الحصرم، هلأ عز موسم الحصرم بالجبل، كل شخص عنده عريشة فيها كتير عنب وزيد العنب بيشيل من كل عريش شوي منه، بيعصرهم للحصرم وبيحطهم بجوارير التلج، من بعد جوارير التلج 3 ساعات بفضيهم، بحطهم بكيس نايلون وبحطهم بالفريزر. وقت اللي بيكون عنده تبولة، فتوش، حمص بطحينة، باذنجان متبل، فطاير، بامية، فطاير، بدأ آخر شي شوية حامض، بجيب له مكعب من الحصرم بضيفه معه. اما للفتوش او للبابا غنوج او للحمص بدي دقه بالحبه او 2 حسب الكميه بكيس نايلون وبضيفه عليها، وهذا احلى شيء وبيفيد وغني بفيتامين سي. هلا
اللوبي بالبرغل بزينوها بشرحات بندورة، أنا صريح معكم. بس كيلو البندورة اليوم أضرب شيء 4000. هلا البوز بيقول لي بغير محل عم بيلاقيه ب 2005، ما بعرف أنا ما كنتش لاقي، أنا لقيته 4.5 ما جبت، أنا صريح. مشان هيك اعتبروا إنه في زينة بندورة هون، بس نحن مش مزينينه بالبندورة منشان غلى البندورة. بعد شوي من بعد 15 20 يوم أنا بجنانتي بصير في بندورة، رح نزل كميات هيدي على السوق ترخص. لا دايما بالترم هي بتغلى شوي، بس السنة بتغلى أكثر. دايما بين البندورة بتكون ساحلية. إنه عم يجي من برا بندورة. إيه بس غالي. عم تجي من برا على الدولار، شو؟ على شو عم تجي؟ يلا على الدولار رخيصة هي. أنت ما بدنا نخلص منها. امسكي بالفوطة، ممنوع بلا فوطة. شيلهم حطي لهم شوية بقلة زينة. بعد في صينية بالفرن بدي احط على كل حب. زحيلي شوي خلص شيلهم. هاولي تابعين مع الكلفة 22,000 ليرة ل 24. ست فيفيان أنا بشكرك على معاونتك على هالطبقين الحلوين يلي هني بالزيت، ما فيهم أي كلفة، ما فيهم لحم، هني برغل لوبي بالبرغل، ونحن بعز موسم اللوبي وعنا فطاير بالفاصوليا والبقلة. حلقتنا اليوم انتهت، بنشوفكم على راد بحلقات جديدة، وبقول لكم باي باي عبر شاشة التلفزيون لبنان.